حقيقة من المؤسف أن يمر علينا هذا اليوم والذي يحتفل فيه العالم والعمال بعيدهم، ولا يزال هناك مواطنين مفصولين عن العمل نتيجة الفصل التعسفي من العمل الذي طال الآلاف من الناس في البحرين في عام 2011. لا لشيء، فقط لممارسة حقوقهم سواء عبر التظاهر السلمي أو فصلوا نتيجة الانتقام والتشفي الذي حصل على الآلاف من المفصولين. أو من المؤسف أكثر أن تمر علينا هذه المناسبة وانتهاكات حقوق الإنسان لا زالت مستمرة دون توقف. ملف المفصولين هو بالتأكيد من الملفات والقضايا الحقوقية الحاصلة في البحرين مصحوبة بالانتهاكات الأخرى من منع في حرية التعبير والاعتقالات التعسفية والقمع والتعذيب، والذي كان للمفصولين عن العمل نصيبا من هذه الانتهاكات. لو تذكرنا قليلا ما حصل في عام 2011، لرأينا بأنهم تعرضوا أيضا للضرب والاعتقالات التعسفية والانتهاكات، ولربما الانتهاك الأول الذي تعرضوا له هو في حقهم وهو الفصل من العمل، حيث أن العمل هو حق من حقوق الإنسان كفلته المواثيق والعهود الدولية. ولهذا لازمنا نرى في فترات مستمرة الإدانات الدولية والتقارير التي تنتقل السلطة في البحرين في الجانب الحقوقي وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا زالت مستمرة. وحتى هذه البيانات والتقارير الدولية تحدثت أيضا عن ملف المفصولين في البحرين آنذاك والفصل التعسفي الذي تعرضوا له، ناهيك عن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تحدث أيضا عن المفصولين في البحرين، وهي اللجنة التي شكلتها السلطة بنفسها. اليوم بالتحديد هناك أمرين مختلفين. أوله تصريح وزارة الداخلية عن منع المسيرة المقرر خروجها يوم غد، والذي كان من المفترض يقوم بتنظيمها نقابة عمال البحرين، وكان هناك تصريحات من وزارة الداخلية بينت بأن هذه المسيرة ممنوعة والمشاركة فيها مخالفة للقانون. والأمر الثاني حقيقة هو التقرير الذي صدر عن منظمة فريدوم هاوس، والذي وضع البحرين من ضمن الدول الأسوأ في حرية الصحافة، وهم حالتين أيضا تعبر عن كيفية القمع لحرية التعبير في البحرين. للأسف الشديد أن السلطة في البحرين باتت تشكك في التقارير والبيانات التي تصدرها المنظمات الدولية والتي تنتقد دائما حالة حقوق الإنسان في البحرين. نقول لها إذا كان التشكيك في هذه المنظمات المستقلة، فماذا عن لجنة تقصي الحقائق التي أنتم شكلتموها؟ والسلام عليكم ورحمة الله.